موعد نشرة الأخبار على نسمة، والبداية بأبرز العناوين. إمضاء اتفاق نهائي بين لجي تي تي والتيكاب بخصوص الزيادة في أجور القطاع الخاص. بعد حالة الاحتقان اللي عرفتها المنطقة، فرض حظر التجول بمدينة القصرين بداية من اليوم من 6 متاع العشية لل 6 متاع الصباح. وانهيار مبنى تجاري بولاية قفصة يخلف 3 إصابات، تم نقلهم للمستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات اللازمة. مرحبا بكم من جديد. نفتتح نشرتنا بخبر فرض حظر التجول بمدينة القصرين اليوم بداية من 6 متاع العشية لل 5 متاع الصباح، بعد اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين من شباب الجهة العاطلين عن العمل، وهو ما خلف حالة من الاحتقان في شوارع الولاية. نرجو على اللي صار بأكثر التفاصيل في التقرير هذا. حالة احتقان كبيرة شهدتها مدينة القصرين إثر تواصل احتجاجات المعاطلين عن العمل بمختلف مستوياتهم. اليوم هم الثالث على التوالي للمطالبة بتوفير مواطن شغل وتحسين الوضعية الاجتماعية، حيث ارتفعت حالة التوتر داخل مقر الولاية، وانتم الرشق بالحجارة واللي أسفرت على تهشيم وتكسير للمعدات والتجهيزات بمقر الولاية، والاعتداء على بعض المكاتب، وأسفرت على إصابة عدد من الأمنيين والعسكريين اللي تم نقلهم المستشفى الجهوي بالقصري لتلقي الإسعافات. جينا لكينا نحتاجوا وقعت مشاكل، عندنا زملائنا البطاله طلعوا فوق السطح باش يشنقروا واحد، وقت اللي شنقروا واحد في مكين وقعت المشاكل هاك تشوف البيبيز نتاع الزيت مش ندرين عليها منين جات، بيبيز نتاع زيت في البيفات اش مخرجها لبر، شكون خرجها لها باش يضرب، والحجر هذا شكون جيبه؟ فما عباد مندس، كل ما نجوا نحتاجوا على خدمتنا على بلادنا يحبوا يعملوا لنا معامل ويعملوا لنا خدم يفسدوا لنا البيعه. بطالبي تشغيل اخوي، خدمني حتى ب 100,000 خديمه وظيفه عموميه نهز بها راسي، خدمني على اساس ب 100,000 وما تعطينيش الحظيره. برشا عباد اليوم جت كانت رافضه اما نظور اليه ولا حظيره، لانه الحظيره ونمشني نخدم مانيش قاعد نقدم في دور للدوله وقاعد نمص فيها، ما اقتصادنا طايح. خدمني ب 100 تعطي في الحظيره 300,000، خدمني ب 100 واعطيني وثيقه لان انا نخدم تابع الدوله. مساله منطقيه معقوله، باهي جت عباد مندسه معناتها احزاب ماجوره ماهيش داخله في منظومه التشغيل. ولي الجهه شادلي بوعلاق اكد ان مطالبهم في دور الدراسة، وهناك حلول لتدارك هذا الوضع وحل البعض من الإشكاليات. عقدنا معهم جلسة في قاعة الاجتماعات وتحدثنا وبلغوا صوتهم وتحدثوا وقلنا على اساس انه نشوفوا طريقه نتاع التنظيم ونتاع انه كيفاش ناخذوا المطالب نتاعهم ونبوبوها ونشوفوا انه ناخذوا كل مره مجموعه ونحاولوا انه نلقوا حلول في اطار ما هو موجود، الا انه بعد معناها ولت فوضى وولت معناها تكسير. صحيح انه نسبه كبيره منهم بارك الله فيهم وقولوها بكل صدق كانوا متفاهمين وبلغوا صوتهم ومعناها وثم اللي غادر اصلا، وثم مجموعه نقولوا بسيطه الغالب معناها استعملت معناها الحجاره واستعملت معناها بعض الاشياء. احتجاجات تحولت الى مفترق حي الزهور وين تم حرق الاطارات المطاطيه والمناجده بالتشغيل بعد ما تم السيطره على المحتجين من قبل الفرق الامنيه اللي قامت بتفريقهم بالغاز المسيل للدموع من امام مقر الولايه. هذا تجدر الاشاره، تشهد القصرين انتشار امني وعسكري وتمركز امام المؤسسات الحيويه اللي اغلقت ابوابها. وعلى خلفيه هذه الاحتجاجات تم الاعلان عن حظر التجول بكل من معتمديات القصرين الشماليه والجنوبيه والزهور ابتداء من الساعه 6 مساء الى غايه 5 صباحا. من جهة أخرى، ما زالت ولاية بن قردين تعيش لليوم على وقع التحركات الاحتجاجية التلمذية للتنديد بقرار وزير التربية بخصوص كيفية إجراء الامتحانات، وآخرها اندلاع مواجهات اليوم بين التلامذة وقوات الأمن ادفع بالأمنيين لاستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. تواصلت صباح اليوم المواجهات بين تلامذة معهد بن قردين وقوات الأمن التونسي أمام المعهد. الاحتجاجات اليوم استعمل فيها المحتجين الألعاب النارية والشماريخ، مما استوجب تدخل قوات الأمن اللي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. وتأتي الاحتجاجات هذه على خلفية رفض التلامذة للقرارات الأخيرة لوزير التربية نجي جلول، واللي تواصلت لمدة أيام حيث بلغت أوجها نهار الجمعة الفارط، مما أجبر الأسرة التربوية على تعليق العمل بالمعهد أيام السبت والاثنين الفارطين. بعد حرق مدخل المعهد وتكسير باللور بعض النوافذ وتحطيم جهاز تلفاز كان في الغرفة المخصصة لعمال الحراسة. هذا ولا تزال الأوضاع غير هادئة في المعهد وسير الدروس لم يعد لصفته الطبيعية، خاصة بعد تشكيات المربين من سوء الوضع وخوفهم على سلامتهم وسلامة التلامذة. وفي ولاية بنزرت تعرف إقليم الحرس الوطني وقفة احتجاجية لمختلف الوحدات الأمنية من أمن وديوانة وسجون، رافقتها مسيرة تواصلت المقر الولاية للمطالبة بتسوية أجورهم على العسكريين وفض وضعية أصحاب الشهائد العلمية والتقنية والترفيع في منحة الاختر والعمل في المناطق الحدودية. تحرك جاء بعد تعثر المفاوضات مع الطرف الحكومي، وأكد خلال الحاضرين إمكانية التصعيد إذا ما وقعش الحسم في ملفهم وتنفيذ وقفة احتجاجية ضخمة بساحة القصبة نهار 26 جون في الجري بحضور كل النقابات الأمنية بكامل تراب الجمهورية.
التحركات الاحتجاجية الجهوية للأمنيين تتواصل في ظل تعثر المفاوضات مع الطرف الحكومي، ونفذت اليوم النقابات الأمنية والديوانية ونقابة السجون ببنزرت وقفة احتجاجية أمام إقليم الحرس الوطني ببوغاتفا للمطالبة بحقوق الأمنيين، وخاصة منها تسوية أجورهم مع العسكريين وفض وضعية أصحاب الشهائد العلمية والتقنية والترفيع في منحة الخطر والعمل في المناطق الحدودية. اليوم الأمنيين فدوا تعبوا، ديما المضطهد هو الوحيد، هو اللي يتحمل في المسؤولية، يموت واحد الأمن يشد الحبس، حقوقنا المادية استنينا انتظرنا برشا، إلا سلطة الإشراف تلعب بينا. ما عندناش قانون لا يحمينا، القانون الوحيد تاع حوادث الشغل، القانون هذا معناتها بقى حبر على ورق، مش معقول باش نصلحوا المنظومة الأمنية ونتوجهوا للإرهاب والمستوى المعيشي متدني اللي يعاون الأمن ماديا واجتماعيا. وقفة لقات مساندة من المجتمع المدني، إلا حضر لمساندة الأمنيين كما لقات دعم من الاتحاد العام التونسي للشغل. جينا اليوم لمساندة الأعوان الأمنيين في الدفاع على حقوقهم المكتسبة، والذي وقع الاتفاق عليها وفي محاضر جلسات مع سلطة الإشراف ولم يقع تفعيلها، كاتحاد جهوي للشغل بنزرت وكاتحاد عام تونسي شغل نطالب سلطة الإشراف بتنفيذ ما وقع الاتفاق عليه. لدى وصول الأمنيين للولاية طالبوا الوالي بالاستماع لمطالبهم، ونأكد بدوره أنه باش ينقل كل مقترحات الأمنيين إلى رئاسة الحكومة. شنو يقع رفع معناها أولا سعر الإنصات إلى المشاغل بتاع الأمنيين والمطالب نتاعهم، توا باش يقع عقد معناها جلسة استثنائية وسريعة، ثم باش يقع رفع في مرحلة ثانية مطالب نتاع الأمنيين إلى رئاسة الحكومة. فيش هذا الكلام. المحتجين أكدوا أنهم باش ينفذوا وقفة احتجاجية ضخمة بساحة القصبة يوم 26 جانفي الجاري، باش تجمع كل النقابات الأمنية بمختلف ولايات الجمهورية إذا ما تمش الاستماع لمشاغلهم. نواصل مع التحركات الاحتجاجية وبسبب تهميش قطاعهم وبدافع خوفهم على مورد رزقهم وتخوفاتهم من إمكانية طردهم، على حد تعبيرهم تجمع اليوم ما يقارب 150 عامل من أعوان وإطارات مطار نفيدة الحمامات الدولي قدام مجلس نواب الشعب للمطالبة بالتدخل وإنقاذ مصيرهم المهني. قام اليوم أكثر من 150 عامل من أعوان وإطارات مطار نفيذة الحمامات الدولي بوقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب، وطالبوا النواب بالتدخل لفائدتهم لدى المصالح المعنية بعد ما أصبح مصيرهم مجهول في ظل تهديدهم بالطرد واستهداف وتهميش المطار على حد تعبيرهم. يوميا نسمعوا تهديدات، فما شكون باش يبطل، فما هي مش طابت 150 في ليستا، أو فما شكون مش طابت 100 في ليستا. نحب نقول وزير النقل خاصة وزير الشؤون الاجتماعية اللي رانا في حالة لا يرثى إليه. مجلس النواب هذا مجلس منخبو الشعب، يعني يمثلني انا ويمثلك انت ويمثل هذاك، يوصل لسلطة الاشراف، سلطة الاشراف سواء كانت وزير النقل، سواء كان رئيس الحكومه، سواء كان سيد رئيس الجمهوريه. يا اخي كي تجي مش توخى سياسه مع مطار معين وعندك سياسه واستراتيجيه في مخك، اقرا حساب البرسونال هذا اللي جاك. احنا جيسنا نلوج على خبزتنا وكاو هذوكم قراراتهم هما الفوق، يتصرفوا الدوله والشركه ما يهمناش هذاك الكل. هذه بالنسبه تشوف فيها 150 واحد لهنا، رانا مستعدين كل واحد، كان انت كل عائله تضطرد تجيب عائله، كل واحد يضطر يجيب عائلته معاه، رمش تولي شوشره لهنا. عدد من النواب وخاصه النواب جهه سوسه تفاعلوا مع مطالب المحتجين واستمعوا لمشاغلهم، وتم وعدهم بايصال صوتهم الرئيس الحكومه في جلسه منتظره تخص مشاكل الجهه بصفه عامه. قاعدين نواصلوا في الاصوات، عندنا ان شاء الله نهار الاربعاء جلسه مع رئيس الحكومه، قعدنا مع سيد وزير النقل، وقاعدين نشوفوا معهم، قاعدين ديجا قاعدين يتفاوضوا وان شاء الله نلقاو الحلول اللازمه. وتجدر الإشارة إلى أنه في الشهر الفارط قامت إحدى الشركات صلب المطار بالاستغناء على خدمات 30 عامل طريقة تعسفية على حد وصف المحتجين. نرجع الأخبار. إمضاء اتفاق نهائي اليوم في مقر رئاسة الحكومة بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف بخصوص الزيادة في أجور القطاع الخاص. اتفاق جاء بعد سلسلة من الجلسات التفاوضية أغلبها دارت في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية وكانت فاشلة، لكن الحسم في ملف المفاوضات الاجتماعية اليوم خلى الأطراف المعنية تعبر على ارتياحها بعد إنقاذ البلاد من احتقان اجتماعي حسب تصريحات البعض. بعد مفاوضات عسيرة وطويلة نقلت خلالها وفود كل من منظمة الأعراف والاتحاد العام التونسي للشغل بين المقرات ووزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة اتفاق نهائي حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص، يتوج مسيرة كاملة ابتدأت بالخلاف ووصلت إلى تقارب وجهات النظر وإعلاء المصلحة الوطنية. اليوم مناسبة كبيرة، المنظمتين العريقتين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وصلوا إلى اتفاق، ونحب نبشرهم ونبشر كل توانسة النهار هذايا مبروك باش
يسمح لنا باش نعيشوا في مناخ اجتماعي جيد. اتفاق اليوم نص على زيادة تقدر ب 6% في الأجر المعتمد في سنة 2014 ومبلغ 10 دنانير منحة التنقل و3 دنانير منحة الحضور، وباش يكون عنده مفعول رجعي من سبتمبر 2015. الاتفاق شنو اللي فيه؟ في الزيادة متاع 2015. الزيادة متاع 2015 هي معناها فيها ثلاثة محاور أساسية. الزيادة ب 6% من الأجر المعتمد متاع 2014 مع 10 دينارات في منحة النقل وثلاثة دينارات في منحة الحضور. ومنحة الحضور هذه علاش تعملت؟ هو باش نشجعوا على العمل وعلى قيمة العمل. أطراف التفاوض اعتبروا أنه الإمضاء باش يمكن من تنقية المناخ الاجتماعي اللي يعيش المدة الأخيرة حالة من الاحتقان، وباش يمثل حافز لتعزيز الإنتاج والإنتاجية. توافقات من هذا النوع سواء في المجال الاجتماعي أو في مجالات أخرى من أجل كان يقدم بين الخدام، ومن أجل كان بعدنا على مظاهر التوتر ومظاهر الاحتقان الاجتماعي والسياسي وغيره من المشاكل اللي ربما معناها تمر بها بلادنا. اليوم إن شاء الله فتنا مرحلة الزيادات، واليوم ندخل في مرحلة أخرى الإنتاج والإنتاجية والعمل من كل الأطراف. وبإمضاء الاتفاق هذا أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل بالقاسم العياري أنه باش يتم إلغاء كل الإضرابات اللي كانت مبرمجة يوم 21 جانفي الجاري. التضرب العام لتونس الكبرى كان مبرمج إلى يوم 21 نتيجة تعطل المفاوضات الاجتماعية، وعليه بعد إمضاء محضر الاتفاق تلغى كل الإضرابات المبرمجة ليوم 21 باعتبار أن توصلنا معناها الاتفاق حول الزيادة في الأجور. اتفاق جاء بعد سلسلة طويلة من المفاوضات العسيرة، يؤكد أطرافه أنه باش يساهم في خلق أرضية واضحة للتعاون في المستقبل. في بلاغ لها اليوم أعلنت وزارة الداخلية تمكن الوحدات الأمنية في صفاقس من الكشف عن خلية إرهابية تتبنى الفكر الداعشي، وترجع التفاصيل إلقاء القبض على امرأة تتبنى الفكر الإرهابي اعترفت بتشجيع الأشخاص عبر شبكات التواصل الاجتماعي من جنسيات مختلفة لمبايعة تنظيم داعش من بينهم توانسة من سيدي بوزيد والقروان. اعترافات تحركت على إثرها الوحدات الأمنية وتحولت لولاية القروان، وإن قامت بمداهمة منزل وإلقاء القبض على شخص اعترف بدوره بتبنيه للفكر الإرهابي من 2013 وأنه ينشط ضمن خلية إرهابية أفرادها بالقروان وسوسة، كما اعترف بسعيه لحيازات سلاح وإلا مواد متفجرة تمكنوا من تنفيذ عملية نوعية في البلاد. وفي نفس النهار وبالتنسيق مع النيابة العمومية تمت مداهمة أحد المنازل بسيدي بوزيد وإيقاف شخص ثالث أقرب دوره بتبنيه للفكر الإرهابي من 2013 ومبايعة داعش، كما اعترف بنشاطه على الفيسبوك مع امرأة مكنات بأم عائشة. وحسب بيان الوزارة فإن الأبحاث ما زالت متواصلة للتعرف على هوية بقية العناصر المدمجة ضمن الشبكة هذه. نواصلوا مع الشأن الأمني. وفي إطار التصدي للجريمة المنظمة بمختلف أنواعها، تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني من الكشف عن عصابة مختصة في سرقة تحف أواني ولوحات فنية ذات قيمة تاريخية، كما تم حجز حوالي 600 قطعة تحف أواني ولوحات فنية قيمة نرجو على تاريخها في التقرير هذا. في إطار سعيها للتصدي لجرائم تهريب وسرقة الأثار وتعقب مختلفيها، تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية من الكشف عن عصابة مورطة في سرقة تحف أواني ولوحات فنية ذات قيمة تاريخية ترجع لإحدى العائلات التونسية العريقة وبلغت القيمة الجملية للمسروق حوالي 4 مليارات من مليمتنا. أهمية القطاع هذه نظرا لأنها منها تعود كما حدثكم إلى الفترة العثمانية تحديدا. اللوحات الزيتية أيضا اللي أغلبها يعود للرسام التونسي المشهور عمر فرحات، واللي يتراوح الثمن متاعهم بعد عرضهم على مختصين في هذا الإطار ما بين 200 ألف دينار و 300 ألف دينار تونسية. فما زوز قطايع ما بين السعر اللي تم عرضه معناها في حدود 500 ألف دينار تونسية. أهمية القضية أنه في بعدها خاصة الثقافي حيث تم تقدير الأشياء المستولى عليها تقريبا في حدود 4 مليون دينار تونسي. هذا وتم إيقاف 6 أنفار من العصابة المذكورة اللي اعترفوا بالتهم المنسوبة لهم في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم. تم إلى الموضوع الأهمية اللازمة من قبل أعوان وإطارات الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية، ومن خلال التي أفضت في النهاية إلى حصر الشبهة في المورطين في قضية الحال، واللي تم ضبطهم أغلبهم تم ضبطهم عدد 6 أطراف
بتلقي تصريحاتهم بتبيع اعترفوا تفصيليا كل واحد فيما نسب اليه. ويتمثل المحجوز بالتدقيق في 591 قطعة من التحف والأواني ترجع للعهد العثماني و16 لوحة فنية تعود العدد من الفنانين التشكيليين التونسيين تفوق قيمتها عشرات الملايين. نختم نشرتنا من ولاية قفصة واخبار انهيار مبنى تجاري اليوم تسبب في تسجيل 3 إصابات استوجبت نقلهم للمستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات اللازمة، حادثة تم على إثرها تطويق المكان وتدخل الأمن والحماية المدنية لإجلاء المتسكنين تحسبا لأي خطر ممكن. نرجع بأكثر تفاصيل في التقرير هذا. انهيار بناية تضم محل لبيع الأحذية ومحل سكني بمدينة قفصة، الحادث خلق إصابة 3 أشخاص بينهم زوز عمال بمحل الأحذية وتم نقلهم للمستشفى الجهوي بالجهة. خلص الفاتورة باش ندسها نسمع في الدقربيع متاع الحيط، خرج باش نقول لها أخرج فما حاجة باش تطيق، على خرجاني أنا الحيط كلها بط، هي لقيت الطفلة طايحة رجلها الحيط الكل على رجلها نجبت فيها اللي يجوا العباد من برا جبدها. تم إجلاء عدد 3 مصابين للمستشفى واللي هما الحالة نتاعهم الحق الحمد لله أنا لاباس مبدئيا في الحمد لله. بقى على مستوى ديغا ماتريال اللي لاحظناه أنه فما أشغال حظيرة بناء هنا هبط في على مستوى الأرض في معناها الكاف خدم كاف اللي أثر على الأجوار من بنايات وهذه تعرفوا أن هي المدينة العربية وبنايات قديمة اللي أثر على الشيء هذا باش قسقط هذاك واللي سبب أنه حتى الأجوار الأخرين اللي مازالوا معناها متواجدين معناها يمكن فما معناها اخطر بالانهيار. حسب الأهالي فإن الفاجعة هذه ممكن تسبب فيها أشغال البناء المحاذية للمبنى واللي انطلقت دون أخذ الاحتياطات اللازمة. عندي داري معناها بريمير إيتاج دوزيام إيتاج تبنوا معناها من 95 حتى 2004 لا بأس عليها، وكنت جبت حتى عاد المنفذ معناها للمعاينة بعد ما بدت الأشغال متاع السيد هذايا اللي تسببنا في سقوط الدار. الحادث هذا سبب هلع وخوف في صفوف المواطنين وتدخل آني كان لعناصر الأمن والحماية المدنية لاحتواء الحادث. وهكذا نكون وصلنا مشاهدينا لنهاية موعدنا الإخباري، مشاهدة طيبة للجميع. أخبار نجم تشوفوهم على نوتخ سيت ويب www.nisma.tv partie replay وإلا على باج فيسبوك نسمة تيفي.